تجمعات التجمعات. الناس يصلوا داخل الجامع مما حدث إلى انفجار قوي، شكون الناس أنه صاروخ، خرجوا الناس توالفوا لهذا المنطقة يشوفوا وقالوا انفجار من الوايت، خرجوا يتأكدوا أنه قال لك مشى من أول الشارع بزي عسكري منكر فجر نفسه أمام الجامع. هذا والله مجرم حقير الذي يسويه في بيت الله، وأصلا هذا ما هو شي رجال من الجبانة فيه، ولا ما له رجال ما يسوي هذا، يموت الأمة المواطنين الأطفال الأبرياء، وإيش في ذنبهم؟ صور صور صور، انا عن غابة صوت والله هذا المجال.